الأموال القطرية لا تزال تتدفق، والغاية الابتعاد بقطاع غزة أكثر فأكثر نحو المجهول. وهذا ما كشفته وكالة الأنباء الألمانية بعد إعلان الدوحة نقلها منحة مالية جديدة ب30 مليون دولار أمريكي، وصل بها سفيرها إلى قطاع محمد العمادي دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، بمزاعم دعم مشاريع إنسانية وتحسين إمدادات الكهرباء في غزة. لكنها في الحقيقة هي وسيلة لتحقيق الأهداف الإسرائيلية في القطاع، والمتمثلة في عزل غزة عن بقية أجزاء الوطن الفلسطيني والضفة الغربية، ما يعني تكريس الانقسام الفلسطيني وبقاء قطاع المتأزم تحت سيطرة حركة حماس الموالية لقطر لفترات أطول. قطر تصعد من وتيرة تطبيعها مع الاحتلال وتدفع بغزة نحو الهاوية.